يسعد مساكم من جديد في اكسترا تايم، واصلين معكم فقراتنا لليوم وبنبلش مع اجمل الفقرات طبعا، فقره الاعلام المجتمعي الرياضيه والكابتن حاتم الشولي المبدع. يسعد هالمساء حاتم، كيف حالك؟ مساء الخير. تمام، اشتقنا لك يا زلمه. والله احنا نحكي لكم كل عام وانتم بخير، وانت كمان الاسبوع الماضي كمان. شكرا حبيبي حاتم، تفضل. مساء الخير على جميع اصدقائنا الرياضيين في فقره الاعلام المجتمعي الرياضيه، واللي بتجيكم كل اربعاء ضمن برنامجنا الرياضي اكسترا تايم. في البدايه خلينا نذكركم بطرق التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، على فيسبوك / رؤيا سبورتس، وعلى تويتر / رؤيا سبورتس، عم تشوفوها اسفل الشاشه. كمان دائما بامكانكم انكم تكتبوا لنا شو الشغلات حابين تكون في هاي الفقره وترفقوها بهاشتاج اكسترا تايم. وبداية فقرتنا اليوم مع الشاطر حسن عبد الفتاح، اللاعب الأردني الدولي المحترف في دوري نجوم قطر. حسن عبد الفتاح بصراحة خلال الفترة الماضية أظهر إبداع كثير كبير في الملاعب القطرية، واللي خلاه حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الخليجية. خلينا نشوف أداء حسن عبد الفتاح في الملعب وبنرجع نكمل حديثنا. أول ظهور له على مستوى دوري نجوم قطر موسم 2004-2005. يا جميل يا أردني يا حسن عبد الفتاح بالكعب لمصلحة الشمال، كرة مقطوعة ناحية حسن عبد الفتاح. الآن الأردني صادت كرة قوية، جول حسن عبد الفتاح ابن النشامة النشم الأردني، يسجل هدف رائع، هدف من مسافة بعيدة. يا له من هدف، يا لها من لعبة، يا لها من تسديدة، يا لها من قذيفة. يعني بصراحة أهداف أكثر من رائعة من الشاطر حسن. وحسن عبد الفتاح للأسف قبل شهر تقريبا تعرض لهجمة كثير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية من محللين قطريين انتقدوا أداء حسن عبد الفتاح، ولكن خلال الفترة الماضية رجع حسن عبد الفتاح وأثبت جدارته في الملاعب. النادي الأم لحسن عبد الفتاح نادي الوحدات نشر صورته عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وكتب على الصورة: حصول اللاعب حسن عبد الفتاح على جائزة أفضل لاعب لشهر شباط بعد الأداء المميز لحسون وتسجيله 5 أهداف حاسمة خلال هذا الشهر وضعت الخريطيات في منطقة الأمان، ألف مبروك للشاطر حسن ودوم إن شاء الله. طبعا حسن عبد الفتاح كمان وجه رسالة من قطر إلى عمان، شكر فيها الجماهير اللي دائما مساندة له حتى وهو كمان يعني خارج البلاد. خلينا نشوف رسالة حسن عبد الفتاح وبنرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مباراة جيدة، قدمنا 3 نقاط، يعني أخذنا 3 نقاط مهمات جدا، وصلنا لمرحلة أتوقع الآن 7 أو 8، وإن شاء الله بنتمنى على التقدم أفضل في النتائج. الحمد لله قدمي ممتاز اليوم، صحت لي ضربة ثانية على نفس الإصابة، لكن الحمد لله إن شاء الله بنتدركها خلال اليومين القادمات. بصراحة ما بعرف شو بدي أقول، سؤال كان صعب جدا، لأنه شو بتحكي لجمهور الوحدات. الحمد لله فضل رب العالمين قدرت أستعيد مستواي بعد فضل رب العالمين، ثم جمهور الوحدات اللي سندني في كل وقت في كل ثانية في قطر في عمان. بصراحة جمهور لو قدمت لقلبي بكون مقصر معه، بتمنى لهم التوفيق، بتمنى من لاعبي الوحدات انه يوفي لهذا الجمهور لو نقطة دم، حتى الجمهور يكون شوي بحس في اللاعبين وبروحهم عالية ان شاء الله. يعني فعلا الرسالة جميلة من لاعب خلوق مثل حسن عبد الفتاح. وخلينا نروح من حسن عبد الفتاح الى الفرعون المصري محمد صلاح، واللي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الأوروبية طوال الأسبوع الماضي والأسبوع كمان اللي قبله. طبعا محمد صلاح وهو المحترف حاليا مع نادي فيورنتينا الإيطالي كان الاسم الأكثر تداول في مواقع التواصل الاجتماعي الإيطالية، وعشاق النادي البنفسجي التقطوا العديد من الصور التذكارية مع معشوقهم محمد صلاح ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبعد كل هالضجة اللي سواها الفرعون المصري في إيطاليا، بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإلكترونية الرياضية في إيطاليا سوت تصويت مين هو اللاعب الأكثر يعني شهرة في إيطاليا من التنقلات الشتوية، وكان محمد صلاح الأعلى نسبة في التصويت، وطبعا حصل على 47.8 من المصوتين. عم نشوف الآن الصورة طبعا المصوتين، والأقرب كان محمد صلاح هو لاعب إنتر ميلان شاكيري اللي كان بنسبة نتيجة تصويت 19.9. وخلينا نروح الآن لحادثة غريبة. مرات عشق الأطفال للنجوم بكون غريب ومهووس. يعني طفل عمره 5 سنوات حضر مباراة لبايرن ميونخ
وشفنشتايجر مر من جانب الطفل ومسح على راسه على شعره. الطفل بعديها امتنع انه يغسل راسه لمده اكثر من سنه. طبعا اضطر والد اللاعب انه يبعث رساله لشفنشتايجر يحكي له اللي صار مع ابنه. وفعلا شفنشتايجر نشر عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك بوست حط فيه صوره الطفل ووعده انه اذا غسل شعره راح يعطيه هديه قيمه. زي ما احنا شايفين الصوره الان، ويعني حركه غريبه من هذا الطفل العاشق والمهووس في شفنشتايجر. يعني والان خلينا نروح لبهلوان مواقع التواصل الاجتماعي، وكل مره بحكي عنه بصير لي شيء، سنه هالمره ما يصير لي شيء. بالوتيلي عمل عجقة خرافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل فترة كريستيانو رونالدو طلع وصرخ صرخته المشهورة اللي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. بالوتيلي حب يقلد كريستيانو رونالدو ولكن على طريقته. خلينا نشوف الفيديو. يعني لما نحكي عنه بهلوان مواقع التواصل الاجتماعي فهو يعني فعلا بهلوان، عليه حركات دائما غريبه. خلينا نروح الان الى مباراه برشلونه ومانشستر سيتي. اللي صار في المباراه وبعد المباراه صارت مناوشات بين اللاعب نيمار واحد المشجعين اللي اثار يعني حفيظه نيمار وتصرف تصرفات استفزت نيمار. مين هو هذا المشجع راح نحكي لكم، بس خلينا نشوف الفيديو وبنرجع. Nós podemos acompanhar o Neymar sentado já no banco de reservas. Era o finalzinho da partida, um pênalti para o Barcelona que o Messi perdeu. E aí o torcedor com uma camisa 42 do Manchester City começa a provocar os jogadores do Barcelona, em especial o Neymar, que passa a prestar atenção na provocação. E o torcedor faz aquele gesto de cai-cai. O Neymar fica olhando com desconfiança. Olha para um lado e acaba caindo na provocação. O Neymar responde ao torcedor. Meio que chama ali o torcedor. O torcedor vai para o canto para receber o Neymar. Nesse momento o jogo era encerrado. Os jogadores do Barcelona já saíam do banco de reservas. Mas o Neymar, você vai ver no canto direito do vídeo, o Neymar vai para cima do torcedor. O torcedor segue fazendo o gesto de cai-cai. Mas depois o Neymar acabou saindo do campo. يعني هالفيديو حقق ملايين المشاهدات وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا وفي إنجلترا. وكان السؤال مين هو هالمشجع الغريب اللي عمل في نيمار هيك. حابين نحكيك انه هالمشجع أردني وعمره 19 سنة بدرس في جامعة مانشستر واسمه عزيز حماد. يعني احنا وما نروح إلنا جونا وإلنا عجقتنا. في النهاية بدي أشكر كل الناس بتفاعلوا معنا على هاشتاج إكسترا تايم. تحياتنا لصديقنا المتابع دائما ناصر مسك، كل الشكر لك. وتحياتنا لصديقتنا إيمان عايش عم بتابعنا من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللايف ستريم طبعا في كل أنحاء العالم. بإمكانكم دائما تتابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني رؤيا.tv. لهون بكون خلصت فقرتي لليوم مع المشجع الأردني الغريب، وبنرجع لزميلنا طارق. حاتم كمل، احنا مستمتعين عن جد. يعطيك ألف عافية. أول إشي يعني بالوتيلي يروح يركز في الاقوال ويجيب اقوال بعدين يقلد بس بهلوان رونالدو بهلوان وبهلوان على الكاميرا، بس بهلوان بالملعب على الفاضي ما في. عمل قبل كم ثاني يوم. ثاني شيء احنا جماعه الاردنيه ما بنحطش واطي لحدا، لا نيمار ولا لغير ولا لعيبه مدريد كمان. بده يطلع بده يلاقيها، ما لنا مشكله. يعطيك الف عافيه حاتم، يعطيك الف عافيه. شكرا لك.